بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الكيان الصهيوني ينهار من الداخل. عمليه طوفان الاقصى وما تبعها من عدوان واسع شنه هذا الكيان الصهيوني واستهدف الشعب الفلسطيني في غزه بشكل خاص. هذه العمليه تؤشر مره اخرى الى هشاشه هذا الكيان الصهيوني وعمق ازماته التي يعيشها والتي تنذر بانهياره وزواله من الداخل حتى دون الحاجه الى حرب شامله. يكفي في هذا السياق ان نشير احبائي الى عشرات المقالات والدراسات التي تنشر يوميا في الصحافه العالميه وحتى الصحافه العبريه وفي مراكز الابحاث لكتاب كثر معظمهم يهود او على الاقل يهود يؤيدون الكيان أو من غير اليهود لكنهم أيضا يؤيدون الكيان بس نحن هنا سنركز على الكتاب اليهود الذين يؤيدون الكيان الصهيوني وأيدوه في فترات سابقة فمثلا كتابات إيلان بابي شلومو سانت الذي تحدثنا عنه دائما سابقا وغيرهما من الباحثين والمفكرين اليهود تؤشر هذه الكتابات وبقوه الى حتميه زوال كيان الاحتلال المسمى باسرائيل. وهذه الكتابات لا تكتفي فقط بانتقاد الوضع الراهن الذي يؤدي الى الزوال، لا النتيجه. هؤلاء ايضا ينتقدون الفكر الصهيوني والسرديات التي بني عليها هذا الكيان الصهيوني اللقيط. هؤلاء بداوا يتحدثون منذ فتره عن ان الزوال زوال ما يسمى باسرائيل هو حتمي ومن الداخل. وليس فقط هؤلاء على سبيل المثال في محاربه السرديات الصهيونيه يعتبر باغور ماتي وهو طبيب متخصص في امراض التروما والادمان. وهذا كتب في احدى مقالاته تعليقا على احداث غزه عام 2014 مقاله في 2014 كانه كتب اليوم الان حول الاحداث التي تحصل في غزه وتحدث بشكل واضح وصريح عن ان استهداف المستشفيات، اباده العائلات اثناء تناول العشاء، قتل اطفال في سن ما قبل المراهقه اطفال وهم يلعبون كره القدم مثلا على الشاطئ، قال هذه كلها افعال ستؤدي في النهايه إلى زوال هذا الكيان وكنا تحدثت لكم سابقا عن الكاتب الأمريكي اليهودي المنحاز لإسرائيل آه، توماس فريدمان وهو كما تعلمون كاتب عمود رأي بارز في صحيفة نيويورك تايمز هذا الذي كان أيضا قد تنبأ بزوال إسرائيل في مقال نشر له في 2022 أل... 4 في أل... و... نوفمبر كان عنوان المقال إسرائيل التي عرفناها إلى زوال أنا تحدثت لكم عن هذا المقال تحديدا في حلقات سابقة وهي اليوم تواجه خطرا وجوديا كما يقول فريدمان والذي حذر مجددا في مقال آخر نشرته له صحيفة الجيرالوزين بوست طبعا العبرية حذر من أن إسرائيل التي عرفناها قد ولت وإسرائيل اليوم في خطر وجودي منتقدا بشدة القيادة الإسرائيلية لكن أنا أتحدث اليوم أيضاً بالاستناد إلى هذه المقالات عن قضايا ربما تساعد في فهم لماذا نحن نقتنع بأن هذا الكيان يزول من الداخل. تعال للحالة الاجتماعية إلى موضوع السكان. تعتبر مشكلة السكان في من في النظام الصهيوني من أهم المشاكل التي يواجهها هذا الكيان الصهيوني. لانه هذا الكيان يخطط لاقامه او خطط لاقامه وطن قومي لليهود في فلسطين قبل قرن من الزمان ولكنهم يواجهون اليوم تناقصا كبيرا في عدد السكان بين قوسين اليهود وتزايد الهجره العكسيه منذ طوفان الاقصى وتحديدا بعد عمليه الوعد الصادقه التي نفذتها ايران انتقاما للاعتداء الذي طاول قنصليتها في دمشق والآن بعد مرور ستة وسبعين كما يكتب في الصحافة داخل الكيان الصهيوني بعد مرور ستة عاما على احتلال فلسطين لا تزال مشكلة تعداد السكان قائمة ويخشى الصهاينة من الهجرة العكسية التي تزايدت كما قلنا كثيرا إحصاءات كثيرة داخل الكيان نفسه أشارت إلى تزايد هذه الهجرة العكسية بعد السابع من أكتوبر. وهذا يؤثر بشكل واضح وصريح على النسيج الاجتماعي والاقتصادي لهذا الكيان. في دراسة حول الهجرة العكسية أحبائي في داخل الكيان نقلت القناة 12 العبرية عن هيئة الإحصاء المركزي التابعة لهذا الكيان إحصائية تفيد تفيد بارتفاع نسبة عدد بين قوسين الاسرائيليين الذين غادروا البلاد بصورة قد تكون دائمة في اكتوبر من عام 2000 يعني 23 بنسبة 285% مقارنة بالفترة نفسها في العام 2022 وهذه تعد من المرات النادرة التي تكشف فيها سلطات الاحتلال عن مثل هذه الأرقام بيانات أخرى تتحدث عن زيادة القوة البشرية للفلسطينيين مقابل القوة البشرية للقوسين اليهود في داخل هذا الكيان الصهيوني هم يتحدثون الآن بصراحة عن انخفاض النمو السكاني وفي مقابل ذلك طبعا الأرقام ما أحب أن أزعجكم فيها بس هذه الأرقام والإحصائيات كلها تؤكد وتشير بحسب مركز الاحصاء التابع للكيان الصهيوني الى ان هذا الكيان واقعا يواجه مشكله اساسيه خاصه بعد تزايد الهجره العكسيه هناك ايضا بدايه لاتجاه نزولي لعدد الاكاديميين والاساتذه والباحثين الذين يعيشون في هذا الكيان استنادا الى تقرير اعدته وزاره التربيه والتعليم في الكيان الصهيوني فان اجماليه عدد المقاعد الجامعيه قبل طوفان الاقصى وبعد طوفان الاقصى الوضع اختلف لكن ليس لصالح لي هذا الكيان. المتطرفون الدينيون تناقص في اعداد المتطرفين الدينيين المتواجدين في داخل الكيان الصهيوني، تعرفون جيدا ان المتطرفين الدينيين اللي هم يسموهم الحريديم هذول ربما الوحيدون الذين يمتازون بنمو سكاني اعلى من الفلسطينيين في الفترات الماضيه، لانهم لا يذهبون الى الجيش، ولا يلعبون كثيرا دورا في موضوع الانتاج الاقتصادي، هؤلاء الان الان يعني بسبب النقص في عدد القوات العسكريه التي تقاتل الرسميه طبعا النظاميه، لان يعني المجتمع في داخل فلسطين المحتله كله هو مجتمع عسكري. هؤلاء ايضا الان فرضت عليهم الخدمه الالزاميه التجنيد وهذا ايضا يسبب في عدد في زياده عدد المهاجرين منهم الى خارج البلاد، هنالك مشكله الافارقه اليهود الافارقه وعوده بعض الحاخامات اليهود ومن بينهم مجلس الحاخامات الى النغمه التي لا تعتبر اليهود الافارقه اصلا يهودا. هؤلاء الان بسبب احداث ما بعد 7 اكتوبر ايضا استعين بهم، قال تعالوا جيبوهم للتجنيد، جيبوهم ما دام هم وقود، هذول جاي يشوفون انفسهم يستخدمون فقط في وقت الاضطرار ووقت الحاجه، فلماذا لا يفكرون بالهجره العكسيه؟ عموما احبائي تعدد الاعراق في داخل الكيان الصهيوني يعتبر مشكله اساسيه ومشكله كبيره جدا. اختلاف الثقافات اختلاف الأفكار اختلاف لأنه مشكلة الكيان الصهيوني يتكون من أكثر من مئة عرقية لهذا يجي شلومو ساندو كما قلنا في الحلقة السابقة ويتحدث وهو أستاذ جامعة في تل أبيب يتحدث عن اختراع الشعب اليهودي يقول احنا اجينا اخترعنا شعب اسمه الشعب اليهودي لأنه كما قلنا هاجر إلى فلسطين المحتلة أكثر من مئة عرقية من مختلف دول العالم تعدد الأعراق بسبب الاختلافات آه هذا طبعا في أرض في داخل أرض محدودة داخل فلسطين المحتلة يسبب مشاكل كبيرة وطبعا عند هذا يزداد عندما يقترن بالنظرة اليهودية العنصرية التي تعتبر أجناس معينة أو أعراق معينة هم اليهود والآخرين ليسوا يهوداً هناك جهود كبيره تبذل داخل هذا الكيان الصهيوني للحفاظ على هويه القوميات فاخترعوا الصهيونيه القوميه وهي ليست قوميه الصهيونيه مذهب سياسي واخترعوا فكره القوميه اليهوديه التي ياتي المؤرخون اليهود انفسهم فيدحضونها وعموما هنالك يعني انا لاحظت بعض الملاحظات في كتابات داخل الكيان الصهيوني يقول احنا احتفلنا احتفلت هذا الكيان في العام 2024 في ايار بالذكرى السنوية 76 لقيام هذا الكيان، لكن لا تزال أزمة الهوية تعصف بها بهذه الدولة، وتهدد بانهياره. المجتمع اليهودي يتكون من ثلاث مجموعات طبقية. السفارديم، يهود إسبانيا والبرتغال، يهود المشرق العربي، واليهود الأشكناز، وهم من أوروبا الشرقية والغربية، والذي يمثلون نحو وثمانين من اجمالي اليهود عالميا ويسيطرون على المؤسسات السياسيه والاقتصاديه في داخل الكيان وهؤلاء بينهم صراع مرير بحسب بحسب ما ينشر المفكرون في داخل الكيان الصهيوني يقولون لم تستطع ولم تتمكن اللغه العبريه من تجميع هؤلاء في بوتقه واحده طبعا بالاضافه الى الفساد بالاضافه الى انتشار الشذوذ الجنسي الذي يؤثر في تناقص عدد اليهود داخل هذا الكيان الصهيوني زيادة الفجوة بين اليمين وبين اليسار وأختم بهذا هذه العبارة للمؤرخ اليهودي موريس بني موريس الذي يعتبر احد اشهر وجوه المؤرخين الجدد في داخل هذا الصي هذا الكيان متنبئا بزواله ويقول هذا المكان يعني هاي الدوله التي تسمى <applause> اسرائيل هذا المكان سيتردى كدوله شرق اوسطيه ذات اغلبيه عربيه العنف بين المكونات المختلفه داخل الدوله سيزيد العرب سيطالبون بعوده اللاجئين واليهود سيظلون اقليه صغيره في خضم بحر عربي كبير من الفلسطينيين سيصبح هؤلاء اليهود الصهاينه اقليه مضطهده كما يقول كما كان حالهم حين كانوا يعيشون في البلدان العربيه وكل من يستطيع من اليهود سيهرب الى امريكا والغرب. ابقوا معنا. القنوات العربية المنحازة للكيان انسنة الاحتلال وتبرير الابادة الجماعية. مع كل الاسف وهذا بات واضحا ومؤكد يعني ان القنوات العربية التابعة لدول عربية والقنوات التي ايضا تعتبر قنوات رديفة، قنوات خاصة لا اريد ان اذكر الاسماء وطبعا هنالك ايضا قنوات عراقية يعني المهم القنوات الناطقة باللغة العربية طبعاً أيضاً القنوات اللي ناطقة باللغة الفارسية والموجهة ضد الجمهورية الإسلامية أيضاً والتي تخاطب يعني ال الذين يتحدثون بالفارسية من غير الإيرانيين سواء في أفغانستان في طاجكستان في أوزبكستان عموماً هذه مع كل الأسف تتحرك وفق مخطط. هذه ليست نظرية المؤامرة مع أن نظرية المؤامرة يجب أن نؤمن بها يشككوك ويقول نظرية مؤامرة وانت تخاف وتتراجع لا لا هي مؤامرة وشون المؤامرة المؤامرة هو الصراع بين الخير والشر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا حتى ظهور الحجة ابن الحسن ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا فهؤلاء يعملون وفق مخطط تعال شوف راجع وشوف شوف القنوات التي تتحدث باللغة العربية ومشهورة أصبحت مشهورة الأمريكان عندهم قنوات البريطانيين عندهم قنوات السعودية دول في مجلس التعاون عندها قنوات وطبعا العراق عندهم قنوات العراق أقصد الدولة وغير الدولة تلجأ هذه القنوات والمؤسسات الإعلامية التابعة لها مع كل الأسف الى تطعيم تغطيتها ومتابعتها للشان الفلسطيني بتقارير واخبار ذات ابعاد اجتماعيه وانسانيه كمحاوله لتبدو مهتمه بهذا الموضوع الانساني وتريد ان تظهر انها مهنيه وموضوعيه ونحن غير منحازين وخصوصا يعني التابعه لدول عربيه دول عربيه دول عربية خب لا يحق لها أن تكون مهنية وموضوعية بالمصطلح المتعارف الذي يساوي في الظاهر بين الجلاد والضحية لكنه ينحاز إلى الجلاد ولاحظتم في فترة بعض القنوات المشهورة واجهت حملة من الكيان الصهيوني بأنها والله هذه مساندة لحركه المقاومه الفلسطينيه ويجيبوا لك محللين سياسيين كشفوا عن وجههم القبيح عندما تحدث سماحه الامام السيد علي خامنئي عن هذا الصراع التاريخي بين محور الخير الذي يمثله الامام الحسين جبهه الخير جبهه الحسين ومحور الشر الذي تمثله جبهه يزيد وهؤلاء المحللين الاستراتيجيين حلل يا فلان اظهروهم على اساس هؤلاء ضد الكيان الصهيوني بس كشفوا عن وجههم القبيح عندما اخذوا يتحدثون بنفس طائفي مقيت يقف خلفه الكيان الصهيوني تحديدا لاضعاف محور المقاومه واتهامه بالطائفيه اتهامه بالطائفيه فبحجه انه والله الكيان الصهيوني يشن عليهم حملات وانتم غير محا... غير محا... 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 محايدين منحازين للجانب الفلسطيني هاي القنوات هم ايضا اخذت تظهر هذا الوجه القبيح الذي يظهر الكيان الصهيوني كمدافع ويبررون باي شكل من الاشكال لمجازر الاباده الجماعيه التي يرتكبها هذا الكيان بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وبدا خطاب هذه القنوات بعد هذه الحمله بذريعه وجود حمله عليهم يهمشوا من دور المقاومه وانجازاتها وتشوف على مدى كل هذه الاشهر الماضيه يعملون على تغييب دور المقاومه المهم وانسنت الكيان وتغييب صورة سياسات هذا الكيان الدموية على حساب المعاناة الفلسطينية. ويوصفون هذا في الخطاب يوصفون هذا الصراع الوجودي غير المتكافئ على اساس انها مجازر بالقتال او النزاع بين المقاومة والكيان وليس العدوان. وليس حرب اباده شامله ضد الشعب الفلسطيني. هذه المنابر ومنها منابر عراقيه. فتحت ابوابها على مصاريعها. كل باب على مصراعيه. <applause> للشخصيات المؤيده والداعمه للسياسات بين الاسرائيليه. في برامجها وتغطياتها و... اصلا الكثير من القنوات العراقيه غاب الموضوع الفلسطيني عنها غاب غاب واذا ارادوا من باب رفع العتب هسه ماكو ماكو روح شوف القنوات العراقيه وين الموضوع الفلسطيني في بعض نشرات الاخبار ودون التغطيه التي يقوم بها هؤلاء الذين يروجون بشكل او باخر للكيان الصهيوني ف يقومون باعاده انتاج الروايه الصهيونيه لما يجري من مجازر داخل فلسطين المحتله بل احيانا تلاحظ في قنوات وازنه هنالك اشاده بقيادات صهيونيه مطلوبه حتى لمحكمه الجنايات الدوليه ومحكمه العدل الدوليه واظهارها كانها تدافع عن نفسها مقابل ما يصفونه بعملية طوفان الأقصى بين قوسين يعني يصفونها بصفات ما 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 أقولها. اللافت أن هذه القنوات تهتم بإعادة بث صور القادة والشهداء الذين يختالهم الكيان الصهيوني سواء داخل فلسطين أو خارجها بطريقة استعراضية توحي بالشماتة. ومع كل الأسف هنالك أيضا جيوش يقف خلفها الكيان الصهيوني والوحده 8200 في وسائل التواصل الاجتماعي تركز على موضوع الشماته وبعبارات بذيئه وهذا ايضا يعتبر ايضا طعن في القران الكريم الذي يبشر باحدى الحسنيين في قضيه الشهاده لكن الاخطر من كل هذا هو تبني خطاب كراهيه وعنصريه في هذه القنوات الناطقة باللغة العربية ولغة تحريضية على الفلسطينيين الذين هم ضحايا وماساتهم في غزة بشكل خاص بل الذهاب الى ابعد من ذلك بتبرير جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الصهيوني وهذا الامر يجعل من هذه القنوات الاعلامية مع كل الاسف شريكا اساسيا في هذه الجرائم في جرائم الاباده التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الكيان الصهيوني عموما اقرا لك بعض العناوين الرئيسه واختم لو تجي تشوف تبني خطاب الكراهيه جريمه ضد الانسانيه هذا يغسلوه يسووا له لوندري بل يظهرون عمليات المقاومه جريمه ضد الانسانيه تشوف هذا مهرجان نوفا الذي يعترف الكيان نفسه الموسيقي وهي صحيفه هارت نقلت عن قيادات امنيه في داخل الكيان انه مو الفلسطينيين قتلوا المحتفلين في مهرجان نوفا يوم 7 اكتوبر بل الكيان نفسه وتجي هاي القنوات باستمرار بطرق وبسبب او لاخر تجي تغسل تسوي لوندري لجريمه الكيان وتحميل المقاومة هذه المسؤولية بل هنالك تحريض على الإبادة الجماعية لازم تتخلص من هؤلاء حتى تنهي هذه الأزمة حتى يعود الإستقرار إلى المنطقة بعضهم يتحدث يقول احنا أي مواجهة مع هذا الكيان ليست بصالح العرب والمسلمين ما يصير مشاركة الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية تضر بهم هاي من العناوين الرئيسه في القنوات الناطقه بالعربيه لازم الايراني يوخر يا بليش لان الايراني يشتغل لاجندته الخاصه هذا الترويج زين والعرب العرب اختاروا خيار السلام اذا شنو يعني يعني يجب ان يبقى هذا الكيان ويفعل ما يشاء بل فتاوى تروج في مثل هذه القنوات انه خلاص يجب ان نصالح لاننا لا نملك القوة الكافية لردع هذا الكيان مع اننا نملكها ان اردنا ان اجتمعنا ان اتحدنا. بعد حتى في مساله المساءله الدوليه الناجمه عن التحريض لارتكاب الجرائم هذه تحاول هذه القنوات ايضا تجد لها مبررات وتبريرات بشكل او باخر. الترويج لاجنده العدو هو اصبح الشغل الشاغل الذي تقوم به هذه القنوات مع كل الاسف ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي العموم هذه المسؤوليه يجب ان نستشعرها جماعه وافرادا ومؤسسات. من تشوف حتى انا اقول يعني انا اتحدث خارج الحدود يعني حتى بعض القنوات المقاومه أو تتبنى خطاب المقاومة هذه تعتقد أنه فقط نشر أخبار المقاومة والله قصفنا وضربنا هو هذا يعني هذا دعم وإسناد لمحور المقاومة لا لا تغييب هذا المشروع الـ 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 الإجرامي الكبير هذا يعتبر يعني بشكل أو بآخر دعم لهذا الكيان الصهيوني يجب أن تظل قضية فلسطين حاضرة في كل برامجنا يجب قبل كم يوم خرج احد قاده هذا الكيان، قاده صناع الراي في هذا الكيان خرج في تلفزيون ناطق بالعربيه وسئل لماذا قمتم باعتداءات هي الاعنف لسنوات طويله على سوريا؟ قال سوريا والعراق ولبنان واي مكان نعتقد وهو من قادة،, من قادة الرأي وأيضا يعمل في وزارة ما يسمى بالدفاع للكيان الصهيوني كلها أهداف مشروعة إذا اعتقدنا أنها تشكل خطرا على وجودنا يعني العراق غير مستثنى زي والقوات الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية ملزمة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بالدفاع عن النظام الديمقراطي في العراق شلون يسمحون لمثل هؤلاء يروجون لهذه الافكار هذه تنطوي على تحريض وتبرير لجرائم سواء سابقه او لاحقه ينوي هذا الكيان تنفيذها في العراق وفي اي مكان اطلقت يد هذا الكيان لتنفيذ هذه الجرائم وقنواتنا العربيه منحازه لهذا الكيان بشكل صريح وواضح ابقوا معنا <applause> الضفدع يغلي صبر ايران الاستراتيجي يضغط على الكيان هذا باختصار هذا عنوان تحقيق استقصائي لطيف جميل قامت به صحيفه امريكيه، وبالمناسبه هذه الصحيفه الامريكيه لديها مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي حظرت من قبل الكيان الصهيوني الذي يسيطر على هذه المواقع. لا اريد ان اذكر اسمها الان لانه حتى لا يحضر برنامجنا. وهذا انا ساتحدث عنه في الايام المقبله وتحدثت سابقا عن هيمنه اجهزه الكيان على وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافه الى ما ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بالاعلام خاصه الناطق بالعربيه. السؤال الذي دائما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات العربيه التي تحدثنا عنها قبل قليل اين الرد الايراني؟ ولماذا لا ترد إيران ولماذا لا تحارب إيران وليش إيران ما تشن حرب شاملة على الكيان الصهيوني وغيرها من هاي الأسئلة ليش الكيان الصهيوني يده مفتوحة ويتجرأ علنا يجي يحكي يقول أنا أضرب وأضرب وأضرب و... وأ... لكن إيران تقول لا نريد حربا شاملة تمارس سياسة ضبط النفس كذلك الحال بالنسبة إلى باقي المحور هذا التحقيق الاستقصائي يؤكد أن استراتيجية الانتقام الإيرانية الصبورة ولكن المتعمدة يعني إيران تتعمد هذه السياسة مو مجبرة عليها طبعا يعني أكو ظروف سياسية دولية اقتصادية الظروف الجيوسياسية إيران ليست جارة لهذا الكيان الصهيوني يا بس سوريا ايضا ظروفها مختلفه لبنان لبنان يعني تقدر ايران تبعث جيش الى لبنان ومن هناك تقاتل الكيان الصهيوني ولبنان دوله بجبهات مختلفه وبتفاصيل تفاصيل ايران تحديدا وضعها يختلف يعني يقول لك ايران باكر شن حرب على الكيان الصهيوني هي بمفردها لا تصدق ايران لا تقول ذلك لكن ايران اذا اجبرت اذا اضطرت إلى حرب شاملة فعلي وعلى أعدائي وذاك الوقت الخارطة الجيوسياسية في المنطقة كلها ستتغير لأن بسبب هذه الخارطة الجيوسياسية في المنطقة المنحازة للكيان الصهيوني ستشن مثل هذه الحرب الشاملة على إيران فإن هذه الاستراتيجية الصبورة والمتعمدة تمثل زياده في الضغط على الكيان الصهيوني بشكل متزايد. وهذا ايضا يكشف نقاط ضعف الكيان العسكريه والاقتصاديه وما يتعلق باعتمادها على الطاقه وقبل كل شيء يرهق دفاعات هذا الكيان. ونعود ونقول منذ اغتيال الشهيد القائد قائد المقاومه الفلسطينيه في قلب طهران اواخر يوليو تموز الماضي تزايدت التكهنات حول الكيفيه التي سترد بها ايران استراتيجيا حتى لاحظت مع الاسف يعني بعض المحللين السياسيين المؤيدين لمحور المقاومه بداوا يطرحون هذا السؤال انه لماذا لا ترد ايران؟ والتاخر في الرد الايراني يؤثر على صورتها لدى جمهور المحور، لا لا يجب ان لا نقول ذلك ابدا ابدا ابدا. عندما نفهم خارطه العالم والمعادلات الاقليميه والدوليه ونفهم ان اولئك الذين يريدون ابعاد ايران عن التدخل في القضيه الفلسطينيه يروجون لسياسه الاستسلام المطلقه. العربية مو أنت لا تقاتل الكيان الصهيوني ولا تساند نعم ايران كجبهة مساندة هذه باقية في هذا الصراع الوجودي وهذه الدول العربية لا تريد ان تساند لكنها في نفس الوقت تتواطأ مو اذهب انت وربك فقاتلا لا يا ريت يا ريت يقولون الايران اذهب انت وربك فقاتلا انت والمحور انها هنا قاعدون لا لا هم يتآمرون على الجمهورية الإسلامية وعلى هذا الأساس تستخدم إيران سياسة غلي الضفدع يعني حرب استنزاف مميتة بالفارسي وترجمها إلكم بالعربي يسمون الذبح بقطنة على كل اسلوب العمل الايراني يؤكد أن طهران لن تتصرف بتهور ولن تتصرف بعجالة وبدلا من ذلك فإن إيران تتحرك وفق خطط مدروسة هي هاي سياسة غلي الضفدع وهذا مو كلامي على كلام هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي الذي يتحدث عن هذه السياسة التي تجعل الكيان الصهيوني الذي يريد استدراج امريكا عبر استدراج ايران الى حرب شامله لكي تتغير موازين القوى هكذا يفكرون يقول لك احنا نتخلص من الاله العسكريه الايرانيه ونتخلص ايضا بحرب شامله والدول العالميه كلها تجي ستشارك الى جانب هذا الكيان كل الدول لا تصدق ايران بمفردها كدوله بمفردها كدوله نعم عندها حلفاء حلفائهم ظروف حلفائها ظروفهم ايضا معقده. سوريا حليف وايران مجبره على الدفاع عن سوريا بالمناسبه وفق اتفاقيه التعاون او الدفاع التعاون العسكري، الدفاع المشترك بين البلدين. ولديها ظروفها الخاصه، مع كل ذلك التعاون الان اللي موجود في سوريا بالمناسبه ايران انتصرت عسكريا في سوريا وهذا يغيظ الغرب وامريكا والكيان الصهيوني مع حلفائها طبعا. انتصروا على حرب الارهاب العالميه، والان المستشارون الموجودون لا توجد قواعد عسكريه ايرانيه في سوريا، موجودون مستشارون يساعدون الحكومه والقياده السوريه في التطهير الجيوب او بقايا الارهابيين المتواجدين في بعض الاماكن في سوريا. ان ايران تجعل هذا الكيان مو بس على الواقف على رجل ونص لا لا دائما دائما هذا الكيان متوتر لهذا تشوفه يقوم بعمليات من هنا وهناك انفرادية تكشف عن عصبيته لكن إيران أمامها خيارات كثيرة في موضوع الرد فقد أثبتت هي وحلفاؤها قدرتهم على تعطيل البنية التحتية الحيويه للطاقه في داخل الكيان الصهيوني. في العام 2022 تذكروا جيدا كيف وجهت المقاومه في لبنان طائرات بدون طيار نحو حقل كاريش للغاز اللي الكيان هناك يستثمر فيه. بس فقط لاظهار قدرته على ذلك وهذه رساله كافح الكيان الصهيوني لاعتراض هذه المحاولات او تلك المحاولات. ولا يزال هذا التهديد قائما فقد حدث خرق مماثل قبل اكثر من شهر تقريبا من قبل المقاومه في لبنان. ان اعتماد الكيان الصهيوني على منصات الغاز انتبه وخاصه تمارو ريش وليفياثان التي تزود فلسطين المحتله بنحو 70% من الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء يجعل هذه المنشات معرضة للخطر إلى حد كبير وكما قال أحد المسؤولين في داخل الكيان الصهيوني وهو مختص في مجال الطاقة أن منصات الغاز حساسة وعندما تكون منصة نشطة فإنها قد تتحول إلى قنبلة موقوتة هذا هو الرد الإيراني بعده الرد الرسمي ترى ايران ترد كل يوم صدقوني لو تيجي تتابع في الصحافه لهذا الكيان راح تشوف العجب العجاب مع الاسف قنواتنا ضعيفه في مجال إظهار هذا الامر ايضا فيما يتعلق بالموانئ ان مدخل البحر الاحمر يشكل اهميه حيويه للتجاره العالميه لكن ماذا حصل تسبب الحصار المفروض من قبل انصار الله والجيش اليمني الباسل على البحر الاحمر في انخفاض حركه الشحن في ميناء إيلات بنسبه 85% وفقا لمديره التنفيذي جدعون جولبرت اعتراف رسمي. عموما تحول ايران من الموقف الدبلوماسي الى الموقف العسكري هذا ما يخشاه الغرب فيما يتعلق بالرد. حاول الكيان الصهيوني تصوير ما يقومون به هو محاوله لاستدراج ايران واظهارهم انهم سيكونون ضحايا لهجوم ايراني واسع، لكن الجمهوريه الاسلاميه عملت بذكاء خارق في هذا الاطار، لكنها تركت الباب مواربا لكي تعطي اشاره الى امكانيه ان تتحول حتى عقيدتها النوويه السلميه الى عقيده عسكريه. وعلى هذا الأساس هم يقولون أن أحد أخطر السيناريوهات بالنسبة لدولة الاحتلال هو احتمال أن يؤدي رد إيران إلى إشراك كل حلفائها مو الرد بالمنفرد بالمفرد مرة واحدة في صراع يقولونهم عنه أنه سيكون منسقا ومطولا على جبهات عدة مع تنامي الانقسامات داخل الكيان الصهيوني سيؤدي ذلك الى فشل هذا الكيان في البقاء ككيان موحد وبالنتيجه هذا الامر يضعف يدفع هذا الكيان الى نقطه حرجه يقولون بانه لم لم يعد هكذا الان يعني هذا هذا الصبر الاستراتيجي ضغوط ايران المستمره التهديد بالتصعيد الخارجي يدفع هذا الكيان نحو نقطه تحول حرجه فالشعور السائد هكذا يقولون بين ال... بين قوسين المستوطنين هو انهم لم يعد بوسعهم ان يتحملوا العيش تحت التهديد المستمر بالهجوم سواء من الجنوب او الشمال او حتى احتمالات انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع واختم بهذه الجمله كل يوم يمر دون رد ايراني انتقامي فإن هذا الضغط يتصاعد حتى زوال هذا الكيان إن شاء الله في أمان